نعم إخواني، السلام عليكم ورحمة الله. نكمل الحلقة المباشرة التي انقطعت بسبب يعني الإشارة وكذا، والتغطية كانت ضعيفة. إخواني نكمل عملية، كثير إخوة عانوا موضوع الحفر وموضوع الجهد، يعني لم يعرفوا أن هذا مكان خاطئ أو حوله قد يكون صحيح، أما مكان الهدف الذي تحفره هو خاطئ تماما. فحببت أنه أفيد الفكرة أو المعلومة، يعني كثير هام، كثير إخوة بيقولوا لنا يعني نحن عم نحفر إيش العلامات إيش وكذا. علامات هي بسيطة جدا، يعني كما تشاهدون هذه التربة داكنة الشكل، يعني طلع معنا الطبقة البنية أول شيء رخوة أخواني الكرام، طبعا في الطبقة الثانية كانت مائلة أكثر غمقا يعني، أما وأسهل في الحفر، يعني يجب أن تكون تربة رخوة قليلا حتى أنه كان هناك حياة ولم تكن يعني شيء من الصخور العملاقة أو الكبيرة التي راح تحتاج، فأكثر عمق راح يكون التربة رخوة كما تشاهدون إخواني الكرام. وطبعا يعني راح يطلع لك الطبقة الفخارية والطبقة السوداء، هذه الطبقات كلها كانت تتكون من المواد الموجودة، وحتى راح يخرج لك أيضا أشياء من الأواني الفخارية، يعني هي علامة على وجود يعني حياة كانت ماضية هنا وعلى وجود شيء مخبأ هنا. أما إذا خرج لك يعني أرضية يعني عمق الصخرة مثلا متر، تحتاج إلى يعني الأفضل أنا أقول حينما تصادف هكذا شيء من أول الحفر تستطيع تحدد إذا كان في دفين أو ما في دفين، هي الفكرة. وإذا كان خرج معك شيء من يعني شيء صعب ويعني كله ليس يدل على هذه العلامات، فابحث حول المكان لا تبحث بنفس المكان. وحينما يخرج لك إشارات ما فاتبع من مكان ما خرج لك الإشارات، إن كان فخار إن كان شيء إن كان حديد أي شيء يعني، فاتبع ما يعني هذا المكان اللي خرج منه اتبعه، إن شاء الله يعني يكون بدرت خير يعني أو إشارة خير، فتتبع يعني هذه الأشياء التي تخرج من هذا المكان، وبإمكانك إن شاء الله يعني تحدد يعني هذا المكان اللي خرج منه القطعة، هذه المكان كذا، هذه كلها يعني إشارات وكلها يعني علامات نسميها علامات يعني دالة على وجود دفين. أما إذا خرج لك صخور بيضاء وقاسية وكبيرة وعملاقة، يعني هذه كل الأشياء لن صعب حفرة وصعب كذا، فابحث حول المكان، قد يكون مكانك أصلا خاطئا، فيجب التأكد حتى ما تروح تعبك هدر وجهدك ومصروفك ويعني كله عبث وهباء. إذا إخواني يعني هذه الفكرة التي أردت أوصلها لكم بالبث المباشر، منقطع للأسف، أعتذر عن انقطاع في الفيديو السابق في البث المباشر، وإن شاء الله يعني هذه أيضا نوع من التربة الداكنة. وطبعا يعني كثير من الإشارات التي خرجت وتخرج يعني، وكثير من الأشياء الفخارية، وهذه كلها يعني من تبنى من العلامات اللي يعني أنه هذا المكان قديم. ولاحظوا هذه يعني التربة ولون التربة كم هو يعني أسود أسود، يعني حالك السواد، يعني في طبقة راح تخرج من بعد المتر حالك السواد، هذا يدل أيضا يعني على وجود شيء ما، ويعني حجارة الفخارية وهذه الأشياء كلها دالة. إن شاء الله يكون قدمنا لكم إخواني الفائدة في هذا الفيديو، وحتى يعني الإخوة يكون عندهم اطلاع على موضوع الحفر إيش بيطلع، حتى ما يتابعوا إذا كان في خطأ. ونرجو من الله التوفيق لنا ولكم والسداد إن شاء الله، تمنياتنا لكم بالتوفيق جميع. نرجو اللايك لهذا الفيديو ودعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني متابعين قناة كشف الكنوز، أحييكم جميعا. وكما تكلمنا من قبل إخواني في هذا الفيديو، قبل هذا الفيديو أقصد، عن يعني لون التربة السوداء الداكنة، أول شيء البنية ثم الحمراء ثم طبقة تأتي سوداء، هذا مبشر أنك اقتربت من مكان الهدف المنشود. نعم، وطبعا لاحظ لون الحجارة، انظروا إلى السواد، أرجو يكون واضح، يعني أسود بشكل يعني أسود.
طبقات أسفل يعني طبعا، أظهر التربة الذي كانت قبل هذه الحجارة كانت يعني حمراء داكنة، وتأتي مبشرات إخواني مثلا يعني الآثار والعلامات تحيل وجد كان دفين في المكان. نعم، وإخواني لاحظوا يعني الأشياء هذه التي يعني ظهرت في الحفر كلها أشياء يعني تعطيك يعني لمحة، إشارة، علامة، تلميح أنه هنا المكان الصح. أردت أن أشير يعني للإخوة اللي عم يعانوا كثير بالحفر، يعني هذه العلامات دائما هي الإشارات، وفي مثال يقول أول الغيث قطرة، والمكتوب واضح من عنوانه يعني. فنرجو أن نكون قدمنا لكم الفائدة إخواني، نستودعكم الله، لا تنسوا الضغط على اللايك، اشتراك القناة، وتفعيل زر الجرس. لكم تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التربة المؤكسدة والطبقات التي يصبح طبقة من الرواسب المعدنية، حتى نوضح للأخوة جميعا، ولاحظوا إخواننا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني متابعين قناة كشف الكنوز، طبعا أعماق ليست الأعماق المطلوبة، بقايا من أواني فخارية. المكان إخواني مليء بالأواني الفخارية والقديمة كما تشاهدون، وما يزال البحث مستمرا. طبعا تم قليلا من الحفر، ليس بشكل عميق، ويحتاج الى متابعة في العمل والحفر كما تشاهدون. تحياتي لكم جميعا اخواني، لا تنسوا الضغط على لايك، اشتراك القناة، نستودعكم الله بالتوفيق ان شاء الله للجميع، ورزقكم الله جميعا.